حياكم الله يا أستاذة إسلام، كيف حالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور رحابي. الله حياك يبقى. الله وحيا الإخوة المتابعين معنا في البث. آمين. يعني سبحان الله بقدر يعني ما في القلب من حمد وشكر الله سبحانه وتعالى أن بلغنا رمضان وأعنا على يعني العبادة والصيام والقيام فيه، لأن في القلب والله غصة كده إن يعني سبحان الله خلاص يعني أيام بسيطة وينتهي الشهر الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني ألا يخرجنا من هذا الشهر إلا يعني قد قبلنا وعفى عنا وعن والدينا وجميع أحبتنا رب العالمين، وأن يبلغنا رمضان القادم بإذن الله ونحن جميعا في صحة وعافية وستر. اللهم آمين. اللهم آمين. آمين يا رب. آمين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات إن شاء الله. دكتورة إسلام، اليوم حديثنا إن شاء الله عن الإجازة القرآنية. تحدثنا قبل قليل مع أحد المشايخ الكرام، لكن دائما كل شيخ وكل شيخة كل مقرئ ومقرئة له ربما طريقة أخرى في العرض وفي التقديم وفي توضيح المعلومات، فنستفيد اليوم والآن مع فضيلتك عن الإجازة القرآنية، أهمية السند، ثم لعلنا نسلط الضوء أكثر على الإجازة القرآنية بالسند عن بعد، والآن كثرت ولعلها الخيار الميسر والخيار المتاح لمن لا يستطيع السفر والطيران والسفر عبر القارات أو عبر البلدان والحدود للقاء مشايخ ومقرئين. فلعلنا نبدأ مع فضيلتك، وسأترك الميكروفون معك حتى توجزي لنا خلال 15 دقيقة إن شاء الله تعالى ما نستطيع إجازه وتقديمه، ونتابع لعل لاحقا في هذا الموضوع إن شاء الله. الله المستعان بإذن الله. يعني أنا نظمت ممكن 15 دقيقة التي يعني تفضلتم بها علي إني يعني أجيب على أغلب الأسئلة اللي بيثرها طلاب العلم أو بيسألها لمشايخهم أو بيثرها فيما بينهم، يعني هناك مجموعة من الأسئلة. فأبدأ بالسؤال الأول. يعني أحيانا يسأل طالب العلم هل الإجازة القرآنية أصلا يعني هي شيء أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هو يعني شيء مستحدث بين الشيوخ وبين العلماء؟ يعني سبحان الله قال الدكتور محمد الفوزان في كتابه إجازات القراء، قال إن مبدئيا تعريف الإجازة القرآنية هي شهادة، الإجازة هي شهادة من المجيز المقرئ إلى المجاز القارئ، يعني من الشيخ إلى طالبه. الشهادة دي بتكون تزكية للقارئ على حسن أدائه وجودة قراءته. سبحان الله الناظر في تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته يعني على حسن قراءتهم وجودتها هي إجازة لفظية من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، طبعا وهي يعني من أعلى، هي أعلى الإجازات، إنها باعتبار طبعا المجيز والمجاز، المجيز النبي صلى الله عليه وسلم والمجاز هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض النصوص تدل على إن الإجازة القرآنية هي يعني سنة استنها العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبدأ بالحديث الشريف، حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم وحذيفة وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. طبعا دي إجازة لفظية، إذا أردتم تتعلموا القرآن فخذوا من هؤلاء الأربعة. أيضا في حديثين، الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كيفية هذه الإجازة، كيفية يعني لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة لنأخذ عنهم القرآن. الحديث الأول قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن. قلت، سيدنا عبد الله بن مسعود قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إني أحب أن أسمعه من غيري. دي أول خطوة في إعطاء الإجازة، إن الشيخ لابد أن يسمع من الطالب، النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يسمع من الطالب. الحديث الآخر أخرجه أيضا الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك، قال سيدنا أبي قال الله سماني لك، قال الله سماك لي،
قال فجعل أبي يبكي. سبحان الله، يعني أنا أسمع هذا الحديث يعني سبحان الله حديث يعني يهتز القلب والله. فدي الطريقة المكملة للطريقة السابقة، وهي أن يعني يقرأ الطالب على الشيخ. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن للصحابة بقراءة النبي لهم وبقراءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان الدليل على أن الإجازة القرآنية هي شيء أخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. وكما كان للإجازة دليل من السنة، فلها أيضا دليل من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن. يعني الاتباع، اتباع قواعد القرآن من الشيخ المجاز عن شيخه أيضا، ده دليل على يعني وجود الإجازة وأسانيدها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للقرآن الكريم. طيب السؤال الثاني اللي ممكن يتساءله طلاب العلم، هل اللي هي النقطة اللي حضرتك أثرتها، هل يجوز للطالب أن يقرأ على شيخه عبر التليفون أو الإنترنت أو المصادر اللي موجودة دلوقتي من يعني مصادر التواصل الاجتماعي عموما؟ طبعا في الحقبة اللي احنا عايشينها دلوقتي، طبعا مع انتشار تعليم القرآن في العالم كله سبحان الله، أصبحنا نحتاج لذلك. ربما أنا أكون موجودة في مكان وشيوخ في مكان يعني في مكان آخر، فكثير من العلماء جوزوا هذا الأمر، إن الطالب يقرأ على شيخه في التليفون ويسمع له أو عبر الإنترنت أو أي برنامج من البرامج المعروفة ويسمع ويأخذ يعني إجازة بهذه الطريقة. لكن ذلك تحت ضوابط مهمة جدا. الضابط الأول إن الشيخ نفسه المجيز يعني يكون عنده قوة ملاحظة، يكون شديد الملاحظة من حركات الفم للطالب، إتمام الحركات، عدم ضم الشفتين في غير موضع وما إلى ذلك من الأمور. يعني لابد الشيخ نفسه يكون متقن ويكون قوي الملاحظة. ده ضابط الأول. الضابط الثاني أن يكون جودة البرنامج المستخدم أصلا الجودة عالية، ما يكونش فيه تقطيع أو تشويش أو يعني الشيخ كده يسمع جزء ولا يسمع جزء وما إلى ذلك، فهذا الأمر غير مقبول. الضابط الثالث وهو مستحب طبعا، إن الشيخ يكون يعرف هذا الشخص، يكون على معرفة به، إن هو يعني على قدر من الإتقان. ويا حبذا لو كان هذا الطالب قد قرأ على شيوخ أخر ويعني معه إجازات بالأسانيد ويريد الاستدادة على شيخ آخر من خلال برامج التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر لا ينبغي التساهل فيه. يعني أمر أخذ القراءة عبر التليفون أو الإنترنت أمر لا يعني لا نستسهله، لأنه ربما نرى أن ممكن يكون عندي في المنطقة التي أعيش فيها شيخ أو شيخات أو مقرآت في المكان القريب مني، ثم أبحث عن شيخ آخر عبر التليفون أو الإنترنت. ففي هذه الحالة الأولى أني أبحث في المكان اللي أنا عايشة فيه، إن لم أجد يعني أضطر بقى للخروج عبر هذه الوسائل. فمما لا شك فيه طبعا أن الوسائل الحديثة دي نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعمها علينا لاستخدامها في طلب العلم، يعني وخاصة القرآن الكريم. في سؤال آخر، هل الإجازة القرآنية لابد لها من شهود عليها؟ يعني أنا بقرأ على شيخي وهو هيجزني، لابد أن يكون في شهود على هذه الإجازة؟ طبعا الموضوع الشهادة عموما على أي شيء كالعقود أو الاتفاقات وما إلى ذلك، يعني هي معتبرة في ديننا، يعني شيء معتبر في ديننا. الدكتور أيضا محمد الفوزان قال في كتابه إجازات القراء، قال الإشهاد على الإجازة عند الشيخ مهمة في توثيق الإجازة وثبوتها، إذ أن الشهادة في دين الله معتبرة وبها تقام الحدود وبها ترفع المظالم. لكن هنا في نقطة مهمة قوي، إن الإشهاد على الإجازة ليست أمر يعني إذا لم يحدث يخل بالإجازة، لا، هو أمر مستحب فقط، يعني سبحان الله كده إيه يعني يرفع التهمة
شيء يسكن القلب. يعني أمر الشهادة ده كمان يتعلق على فكرة بالقارئ أكثر منه للشيخ، يعني اللي بيقرأ الطالب نفسه يعني هو المفروض يكون حريص على ذلك، يعني كأن يعني يأتي بأحد المشايخ الأخر أو من أصدقاء أو أما إلى ذلك للشهادة على هذه الإقراء. ولذلك إحنا هنا حتى في يعني لما بنجيز أخت أو كده بنعمل حفلة نحتفل بيها، ونعمل حفلة ليه؟ يعني نحمس الأخوات الأخريات ونعلن إجازة هذه الأخت، وهي بمثابة إيه؟ شهادة على هذه الإجازة. الصيغة، صيغة الإجازة نفسها، ماذا يكتب في الإجازة؟ الصيغة يكتب طبعا الشيخ في أول الصفحة غالبا، يعني يكتب اسم الشيخ واسم اللي هو الشيخ المجيز والطالب واسم الطالب، ويكتب أيضا اسم الرواية أو القراءة اللي قرأ بها الطالب، وكان يقول يعني أن الطالب الفلاني قرأ علي القرآن من أوله إلى آخره غيبا عن ظهر قلب من حفظه برواية كذا أو بقراءة كذا، ثم يعني يذكر الوصايا للطالب أو الشروط أو ما إلى ذلك. ثم الشيء المهم في الإجازة أنه بيذكر السند، سند هذا الشيخ، يعني السلسلة المتصلة ما بين الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وشيء مهم جدا بالنسبة للشيخ المجيز إنه بيحتفظ يعني أو يسجل أسماء جميع الطلاب اللي قرأوا عليه، أسماءهم ممكن عناوينهم وأماكنهم وما إلى ذلك. ده طبعا أوثق في عدم التدليس على الشيخ، وخاصة إذا كان الشيخ المجيز ده عالي السند ومعروف ومشهور، وسبحان الله يعني ربنا يعافينا من تدليس أو يعني التزوير. طبعا في شيء مهم جدا في موضوع الإجازة ده، كل كتير بنتعرض لأي حد بيجيز طلاب بيتعرض لهذا الأمر. أحيانا يأتي طالب ويكون ممتاز ويحفظ القرآن ويتبع قواعد التجويد وما إلى ذلك، لكنه عنده مشكلة في نطق حرف من الحروف. يعني أنا جالي طالبة ممتازة وبتحفظ ومخارج الحروف ممتازة والصفات وتطلب الإجازة، إلا أن عندها مثلا يعني لدغة في حرف الراء، أو عندها شيء معين يعني عيب حرف من الحروف. هل من حقها أن يعني تطلب الإجازة؟ هل إجازتها تكون صحيحة؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال أيضا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فسبحان الله كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. فإذا كان الإنسان يعني متقن مجتهد، إلا أنه عنده عيب معين لا يستطيع إصلاحه، فهل هو مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ كتب عليه أن لا، يعني الأمر بالنسبة له منتهي؟ لا. طبعا عندنا في قواعد الفقه معروفة، يعني المشقة تجلب التيسير، القدرة مناط التكليف وما إلى ذلك من القواعد اللي يعني بيفهم منها أن الإنسان دائما مكلف بما يستطيع، لكن ذلك يكون بشروط مهمة جدا. وأنا نفسي تعرضت لهذا الموقف، يعني في أخت من الأخوات اللي أجزتها وكان عندها مشكلة في الراء وخلاص لا تستطيع إصلاح، واستشرت شيخي وبحثت في هذا الأمر كثيرا، وكنت مترددة جدا في إعطاء الإجازة لهذه الأخت، إلا إن سبحان الله وجدت العلماء بيجيزوا ذلك، لكن بشروط، شروط دقيقة جدا. الشرط الأول إن هذا الطالب اللي عنده المشكلة تكون عنده القدرة على إصلاح هذا الخطأ عند الآخرين. يعني الأخت اللي عندها لدغة مثلا في حرف الراء لابد إنها تكون عارفة مخرج حرف الراء، صفات حرف الراء، تستطيع أن تميز بين الراء السليمة والراء الخاطئة وما إلى ذلك. ده الشرط الأول. الشرط الثاني لابد للشيخ أن ينص على ذلك في الإجازة، يعني يذكر أنه قرأ عليه ختمة كاملة صحيحة من أول المصحف لآخره، إلا أن هذا الطالب عنده المشكلة الفلانية ولكنه قادر على تصحيح، لابد أن ينص على ذلك. أيضا الشرط الثالث ألا يكون طبعا هذا الخطأ في أكثر من حرف أو حروف كثيرة، يعني تكون الخطأ خطأ واحد ومعروف أنه خطأ منتشر ولا يستطيع إصلاح. في سؤال كمان ممكن يسألوا طلاب العلم، وخاصة طلاب العلم المجتهدون، ما هي المدة المقبولة لأن يختم الطالب على شيخه؟ يعني أحيانا أنا ممكن ألاقي طالبة مجتهدة جدا متقنة، عندها فسحة من الوقت ممكن تقرأ عليها القرآن كله في 3 أيام، هل ده ممكن؟ هل يعني ممكن القرآن في فترة قصيرة؟ أحيانا ألاقي أخت أخرى يعني منشغلة وما إلى ذلك،
تطول المدة جدا في إنها بتاخد إجازة. ما هي المدة المطلوبة في يعني إعطاء الإجازة؟ الإمام ابن الجزري قال في هذه المسألة في كتابه يعني في المنجد، قال يستحب أن يسوي الشيخ بين الطلبة إلا أن يكون أحدهم مسافرا أو يتفرس فيه النجابة أو غير ذلك، وله أن يقرئهم، ده المقطع المهم، وله للشيخ يعني أن يقرئهم ما شاء كثرة أو قلة. يعني ده الضابط في هذا الموضوع هو وقت الطالب أو إتقانه أو قدرته أصلا على إنه يعني ينجز في وقت قصير. فالفترة هي تختلف حسب الطالب. كم بقي عندنا دكتورة إسلام؟ يعني حوالي 4 أسئلة سريعا. أعتقد لا، 4 أسئلة نحتاج إلى وقت آخر. طيب أختار منهم المنتشر والمطلوب. نعم. تعرفي ليش؟ حتى نستطيع أن يعني نعم بمشاركتك مرة ثانية إن شاء الله بعد. نعم نعم. عندي سؤالين، يمكن هم يعني أختصر سؤالين فقط لأهميتهم. هل تجوز الإجازة بوجه واحد فقط؟ يعني أحيانا الناس بتقرأ مثلا رواية ورش، معروف أن الإمام ورش له أكثر من وجه، هل يمكن أن أخذ إجازة في وجه واحد فقط؟ طبعا العلماء أجازوا ذلك. أو مثلا قراءة الإمام حمزة من المعروف أنه إذا وقف على همزة يعني له عدة أوجه في هذا الأمر. هل يأتي بجميع الأوجه كل مرة؟ أو حتى إحنا بنقرأ حفص، هل لابد أن آتي بالعارض للسكون فيه كل مرة؟ لا يعني يمكن للطالب أن يأخذ إجازة في وجه واحد فقط، حتى إن أوجه الدراية قال عنها مثلا وقف على العارض للسكون، قال عنها الإمام ابن الجزري لا يأتي بها في كل مرة إلا متكلف. فيعني الأفضل يعني خلاص هو أتى بها مرة وعرفها خلاص، فممكن الإنسان يأخذ إجازة في وجه واحد من الرواية. آخر سؤال أختم به ومن الأسئلة المهمة جدا، هل يمكن للطالب أن يأخذ إجازة من الشيخ قراءة من المصحف وليس حفظا؟ هل هناك يعني هل الموضوع ده يعني وخاصة مع انتشاره في هذه الأيام، إني أذهب لشيخ عالي السند وأقرأ قراءة نظرا من المصحف ليس غيبا من حفظي من أول المصحف لآخره بإتقان شديد وبأحكام التجويد وما إلى ذلك، هل هناك إجازة بهذا الشكل؟ طبعا المستحب والأفضل إن الإنسان يعني يأخذ الإجازة حفظا غيبا من حفظه بدون النظر في المصحف، إلا إن بعض العلماء جوزوا هذا الأمر زي الإمام السيوطي في الإتقان جوز هذا الأمر، والعلماء ذكروا إن هذا الأمر يمكن يعني أن يحدث وتسمى أيضا إجازة لكن بشروط، وإذا اتبعها هؤلاء الآن يعني انحلت المشكلة مع انتشار الإجازات، يعني إجازة عن قراءة من المصحف. الضابط الأول اللي ذكره العلماء هو عدم قدرة القارئ على الحفظ، يعني في طالب عايز إجازة لكنه لا يستطيع الحفظ لأمر ما، لكبر سنه ما لا يستطيع الإجازة، عنده مرض معين ينسى يحفظ وينسى ما إلى ذلك. يعني الضابط الثاني إن لابد للشيخ إنه يعني ينص على ذلك في الإجازة، أن الطالب هذه قرأ علي ختمة كاملة صحيحة من أول المصحف لآخره نظرا من المصحف. الضابط الثالث وهو مهم جدا، إن هذا الشخص يمنع من إعطاء هذه الإجازة لشخص آخر، يعني أنا قرأت علي أخت نظرا من المصحف وأعطيتها إجازة ونصيت على أنها قرأت علي الختمة نظرا، هي هذه الإجازة بمثابة إجازة خاصة لها هي فقط لكن لها لا تجيز، ممكن تقرأ وتساعد وتعلم وما إلى ذلك. الضابط الرابع والأخير اللي أنهي به هو عدم فتح هذا الباب على مصراعيه أمام الطلاب لئلا تهبط الهمم. إن فرق كبير بين المجاز حفظا والمجاز قراءة، فرق كبير، وطبعا الضرورات تقدر يعني بقدرها حسب الاحتياج، يعني إذ ربما شيخ معين في مكان هو الوحيد الذي يحفظ القرآن وتتهالى يعني عليه وتكثر عليه الطلاب طلبا لعلمه، فماذا يفعل؟ هو شيخ واحد فقط وكثير من الطلاب، فممكن يستثني من هؤلاء 4 أو 5 من الذين يعني يتوسم فيهم النجابة يعلمهم ويعطيهم هذه الإجازات على أن يساعدوه في الإقراء، لكن لا يجيز. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، الأسئلة في هذا الأمر يعني كثيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفع يعني إخوتي معنا في البث بهذه الأمور اللي ربما يعني تجري في أذهانهم ويسألوا فيها شيوخ.
الله يكرمك. دكتورة إسلام، أنت كالعادة مبدعة ومتميزة ومتقنة ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا دكتور رحابة، أشكرك شكرا جزيلا على هذه اللقاءات المثمرة اللي بنستفيد منها جدا. والله يا دكتور رحابة أنا أستمع للقاء أكثر من مرة، يعني في كل يعني لقاءات المشايخ أستمع لها أكثر من مرة، في كل مرة أستفيد من المشايخ ومن تعليقات حضرتك. يعني بارك الله فيكم يعني ونفع بكم المسلمين والإسلام يا رب. الله يجزيك الخير ويبارك فيك ويزيدك علم وحكمة الله يبارك في حضرتك ينفع بك إن شاء الله. كنت معنا في الموضوع الطيب، الموضوع المهم، الإجازة القرآنية وأهمية السند والإجازة القرآنية عن بعد وشروطها وضوابطها، ولعلنا نلخص ما تفضلت به مكتوبا حتى نعيد إرساله إلى الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا وأسف على الإطالة. نحن نتشرف بك، والأداء القرآني تشرف بك وبأمثالك المتقنين، يعني والذين حصلوا على الماجستير والدكتوراه في الأداء القرآني. الله يبارك حضرتك. والله على راسي كل طلاب الجامعة وكل طلبة وحفاظ القرآن، يعني على راسي. وجميل حضرتك طبعا، يعني يجزيك الله عنا كل خير يا رب. شوفي دكتورة، والله القسم والجامعة تتشرف بك وبأمثالك، هذه بصراحة يعني. الله يبارك في حضرتك والله. يعني أنا أعجز أن أرد على مثل هذا الكلام والله. يعني الله يجزيك عنا خير الدنيا والآخرة، ويجزيك حرصا على يعني مساعدة كل من يرغب في انه يحفظ القران ويتقرب لله سبحانه وتعالى. القران يجعل في ميزان حسناتكم يا رب. امين. القران ينفع ويرفع، والحمد لله الله عز وجل يسر لنا الاداء القراني لنمنح شهادات اكاديميه لاهل القران، حتى يعني يكون جزء من التقدير المفروض علينا تجاه اهل القران، فهذا اقل القليل. وأسأل الله تعالى أن ينفعكم وينفع بكم إن شاء الله أينما حللتم وأينما ارتحلتم، وإلى ملتقيات أخرى إن شاء الله معكم. الله يبارك في حضرتك، جزاكم الله خيرا. الله يبارك في حضرتك. السلام عليكم. الله يبارك.